معنا على الخط سيد المختار. مختار الغزوي، مدير نشر جريدة أو يومية الأحداث المغربية. مساء الخير سيد المختار. مساء النور لفتن الزراء، ومساء النور الدكتور دريد. مرحبا سيد الغزوي. سيد المختار، أنت تابعتي معنا حلقة أو اللقاء الخاص اليوم، واللي فتحنا فيه النقاش حول فعل اللي اليوم الكل يتكلم عنه، أصبح بفضيحة، حتى بعض الصحف الأجنبية تحدث عنه، لأنه فعل ما جاش من ناس عاديين، جاء من ناس اللي هما تينهيو، الناس اللي تيقولوا بأنهم أهل الله، الناس اللي تيقولوا أنهم من العارفين بالله. فالسي الغرزوي، رأيك في هذا الموضوع حتى نغني النقاش؟ هو أعتقد أنكم جملتم وأشملتم، لا فضيلة الدكتور ولا أنت لفتن الزراء ولا زميلنا سي زينبي. هو خصنا بحقا نخرجوا من شخصنة هذا الموضوع حول الشخصين الذين بوبيطة، يعني مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، لكي ننتقل في حقيقة لمناقشة العمق للأشياء. اليوم إسلامنا المغربي يتعرض لهجمة حقيقية عندما يشير هؤلاء الناس في وجهنا جميعا بكل صفاقة ورقة الزواج العرفي الذي لا نعرفه نحن هنا في المغرب والذي لا نعترف به، عندما يأتوننا بنماذج يستوردونها من دول لا علاقة لها لا بثقافتنا ولا بأصولنا ولا بطريقة تصورنا لديننا الإسلامي، هنا نكون حقيقة أمام عمق الموضوع. الموضوع هو أخطر بكثير من ضبط سيدنا حماد ولا فاطمة النجار في شاطئ المنصورية. الموضوع يتعلق بمعركة حقيقية يجب أن يخوضها المغاربة الأصلاء دفاعا عن إسلامها المغربي. الكلام اللي تيقول السيد دريب وانا من المستمعين الأوفياء ليه دائما يذكرني بالفقية اللي نعرفته مكناس وانا باقي فغير، واللي كانوا أناس مش ضالعين في العلم، كانوا يفوقون العلم علما، ولكنهم كانوا أناسا قادرين على الحياة، وكانوا أناسا قريبين للناس، وما عمرهم كرهوا الناس الدين الإسلامي، كانوا دائما يحببوننا في الدين الإسلامي، وكانوا يتجاوزون عن كل الهفوات الصغيرة، اللمم اللي كنعرفوه في ديننا واللي كنشوفوه دائما اللي كينفكوا أي واحد أي آدمي. هذه عقلية بدوية دخلتنا في لحظة من اللحظات، جعلت حياتنا شبه مستحيلة. أي حاجة درناها كيقولوا لنا حرام، أي حاجة كنا حاولنا نقتربوا الحياة بأي شكل من الأشكال حرام حرام حرام، وفق تصورهم المتخلف أجمل سيزان لوتاب، ولكن تصور متخلف لديننا الإسلامي. بينما اليوم حقيقة يجب أن نستغل ما وقع استغلالا طيبا لكي ندفع في هذا الاتجاه. شكرا لك. ينقطع نهائيا مع استيراد نماذج لا علاقة لها بمجتمعنا، ومع أننا نتشبت أكثر وأكثر بإمارة المؤمنين في المغرب، ما نتشبت بهذا الاستدلاء المغربي الذي نظل نتحدث عنه اليوم مدى طوله، مش نقوله فقط على سبيل الإنشاء أبداً. نقول إننا نؤمن بأنه الحاصل الحاصل ديالنا لكي نحمي بلادنا من الإرهاب، لكي نحميها من هذا التطرف، لكي نحميها من هذا الهفوات. اليوم المزعج المؤسف المؤلم في القضية هو أن رجل الدين مثل ما قال الدكتور دريبي الذي كان يحظى بتلك الهالة من الوقار والاحترام، اليوم الجميع يتطاول على هذا الرجل في الفيسبوك. لا أحد يرضى بهذا، لا حالة من السخرية. دولك يحزن فعلا. اليوم هذا هو الإشكال، أن الدين الإسلامي عندما يرتبط بأشخاص معينين يتصورون أنهم يملكون تفويضا استغفر الله العظيم ربانية للحديث باسمه هم وحدهم، عندما يقعون في هذا الخطأ هذا الدين هو الذي يتضرر. لذلك يجب فعلا أن نعود إلى أصولنا الأولى. نحن لدينا في هذه التربة الطيبة لسنت المغرب لدينا ما يمكن أن نرتكن إليه وعليه إلى يوم الدين. عندنا تصورنا للعلماء من القديم زمن المشرق والإسلام وفطاحي طبعا دلائل الخيرات العلماء. النهار اللي تكتبوه اللي تخرج في المغرب قالوا في حق علماء المشرق والمغرب كما كانش القرآن موجود لا وجب الصلاة بهذا الكتاب.